كتشادو مشاهدينا الكرام، سي غادي الاسعاف التابعه لجهاز الوقايه المدنيه مشات دون ما تدخل اي شخص. والواقع هو ان احد الاشخاص تعرض لاعتداء من طرف كلاب شرسه، دخلوا الامن ديال منطقه اونفا على عجل، بعد ذلك اتصلوا برجال الوقايه المدنيه، جاو باش ينقلوا الشخص اللي تعرض للاعتداء، الا انه رفض انه يمشي مع رجال الوقايه المدنيه او عبر سيارات الاسعاف التابعه لجهاز الوقايه المدنيه الى المستشفى. انتم كتشوفوا